ما يجعوا فيني. ليش عم تبكي؟ ميلا ميلا، صباح الخير ماما. صباح الخير حياتي. يلا ماما مدرسة. يلا ماما حبيبتي، اليوم أول يوم ميلا رح تروح على الصف الأول. يبي يبي. يلا غسلي وجهك حتى حضر لك ملابسك. أوكي يلا حبيبتي. وهسه ميلا كملت لبس وسويت شعرها. يبي يلا هسه رح نروح نسوي لانش بوكس وهي هم تتريق ونروح نشوفكم المدرسة. وبعد ما لبست ميلا وسويت شعرها انطلقت فورا على المطبخ حتى اسوي لها لانش بوكس. حطيت لها تشيكن ناجتس، طبعا كلش كلش تحب التشيكن ناجتس ميلا، وهمتي جبت لها هاي البطاطا شكل ايموجي سمايلي فيس كلش طيبه، وراح احط لها هماتي شويه فواكه وشيبس. وقريبا جدا راح اسوي لكم سلسله كامله عن وصفات اللانش بوكس، بس كتبوا لي بالتعليقات اذا تحبون اسوي لكم اياها فيديوهات قصيره لو فيديو طويل. ماني اكل تفاحه الصبح لانه صحيه. يلا يلا ليتس جو كم وذ مي باي. طبعا صار لنا ساعه ننتظر المصاعد، ظهر اليوم البنايه كلها اكسايتد. رايحين على المدرسه واولادهم محضرين من الساعه 5 الصبح، يمكن يزتون من البرده من البلكون روحوا على المدرسه، بس كل الجيران فرحانين ان اولادهم رايحين على السكول الا رؤى. اني رؤى صار لها مرضانه اسبوع نقول ميلا تروح اليوم على السكول وتبكي عليها كل يوم. شوف 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 وجايه معنا اليوم خبيثه مو قدام ابنها. يا بعد ما تيجي معك اليوم على السكول مشان لانه هي كثير تحبك وحتشتاق لك كثير. وهسه احنا بطريقنا على المدرسه. وصلنا على المدرسة. يلا ماما منا بلال منا منا منا. طبعا هذيك السنة ميلا كانت تداوم هنا، هاي مثل الروضة تعتبر. هسه ميلا صف الأول منك حتفوت. وصلنا على انترس رقم 4، المدخل رقم 4 هنا حيكون صف ميلا. تشيز تشيز. وفوتنا ميلا للصف، طبعا ما قدرت اصور حبايبي للخصوصية لان كان كلش هواي اطفال فممنوع التصوير. المهم هسه راجعين على البيت. طبعا يا جماعة قلب السحر على الساحر، خليوني اشوفوكي خليوني اشوفوكي. والله يا حبايبي والله العظيم اني ما عم كذب، بارح رؤى عم تقول انه اليوم ميلا حتروح على المدرسة اول يوم وكانت فرحانة ومبسوطة حتاخذها على المدرسة، بعدين قالت لي فورا بدي اروح على سيفورا وما اعرف شو بدي اروح اجيب الاغراض اللي ناقصتني. اول ما فتنا على البيت لبست وحضرت حالها، امشي لنطلع يا بنت الحلال. بعد ما لبست وخلصت كل شيء وجهزت حالها وبلشت تبكي. لك شو صار؟ شوفي اشتقت لميلا. انت ما تعرف ايش سوت هي. انا شو سوت؟ دافوتها للصف، كفت بصف وحضنتني. قولي ماما لا تعوفيني. وليش عم تبكي هلا انت؟ عن جد عم تبكي من قلبها. طيب حذري شو؟ الفيديو فاني. بدك تسوي الفيديو فاني انه اليوم اول يوم مدرسه وحنروح انا فورا اخذت ميلا على المدرسه وحروح اجيب اغراض وما اعرف شو. قلب السحر عليكي. احذري شو احذري شو، خلينا نروح هلا بقيان نص ساعه بيطلعوهم مشان الغداء. امشي نروح نشوفها ونقعد معها وناكل معها. حنروح لعند ميلا على المدرسه لانه رؤى اكتئبت، حرفيا اكتئبت. يلا حبايبي هسه طبعا نزلنا راح نروح نشوف ميلا. ميلا عندها تقريبا ساعة كاملة بريك يعني استراحة، فراح نروح نشوفها نطمن عليها. طبعا كلش آسفة قبل شوية على الطاقة السلبية اللي يعني انطيتكم اياها، بس والله العظيم مو بيدي يعني جديات. يعني شفت يعني اليوم حابة يكون الفيديو كله فرفوش وطلعة وانسى وروح ونجي، بس خلونا نطمن على ميلا بالاول وبعدين راح احكي لكم هماتين الصبح شنو صار ويانا بالضبط. كان كلش هواي اكو عالم وطلاب، يعني عمود الخصوصيه ما قدرت اصور. وهماتين لازم نتعرف على
المعلمة مال ميلا، فلازم نوقف وياها ونحكي وياها. فخليكم ويانا حبايبي لأنه هسه راح أوصل على مدرسة ميلا. يا جميلة الحلوة حبيبتي ميلا، بدك تروحي على البيت؟ يمشي على البيت يمشي. وخطفت ميلا من المدرسة. لا يلا امشي اليوم. لا والله اليوم كلش كلش حارة، لذلك يعني الحرارة واصلة 40 ومطلعيهم برا موت حار. ماما بس كل شوب باشر نداوم مدرسة. اوكي ماما؟ اوكي يلا امشي. يلا حبايبي بس للتوضيح، لنعرف بكم هسه كوما راح تنتقدوني بالمسجات اللي ليش طلعتيها وراح تعلميها على الدلال وما اعرف شنو. لا انا جديه طلعتها لانه اليوم كلش كلش حارة، وجيت لقيتهم حاطيها برا فيتشي خطية واقفة برا وكلش حارة 40. سألتها قالت لي جوها ما تنبصف، ما عندنا لا بنكة لا مكيف لا فتشي، وجديات حيل حيل حارة. فخفت عليها ليصير بيها ضربة شمس يعني وتتأذى لأنه ميلة بسرعة تدوخ. هسا راجعين على البيت حبايبي ورح نكمل يومنا وياكم، خلوكم ويانا. طبعا والله سخنة سخنة من الحار، شنو هالحر اليوم. والله بدل ما بيحد يحكي. لا لا جديات شنو هالحار، اول مرة يجينا هيك يوم، اول مرة بكندا، اول مرة بشوف هيك يوم. لا لا مو طبيعي مو طبيعي. امشي امشي بسرعة امشي بسرعة. شوفوا ميلا رافعة بنطلونها من الحر. حبايبي رجعنا هسه على البيت وبلال لامني لانه جبت ميلا. قولي ليش طلعتيها؟ خليها بالمدرسة. والله بشرفكم باعوا 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 وين لازق، باعوا لازق بالمكيف. ما يحكي حتى قولي لا تحكين وياي. ها بلال شلونك؟ عين كل العالم اللي عايشين بسوريا بالعراق الكويت قطر السعودية الخليج، يعني عن جد والله احنا يمكن ما مر علينا مثل هذا اليوم، بس انتم يمكن كل يوم عندكم درجة حرارة 40 45. اي والله اي والله بس هسه وين طلعتها لولا؟ بكره لا تبعتيها باكرها بنفس الشيء. وسبحنا حبايبي وتغدينا ونعيما يا حلو. يلا حبايبي تعالوا نروح نجيب شوية غراض للبيت، خليكم ويانا. واجينا على كوستو حبايبي، يلا تعالوا ويانا. طبعا بلال كالعاده يعوف كل شيء مهم، كل شيء نريده مهم يروح على هاي اللي هي مرضتني ومرضت بنتي ومرضت. حتجيب منها كافي عندنا كوما ماي فيفورت. ميلا تحبيها بابا؟ يا انا كثير ناكلها انا وميلا. هاي رجعها رجع مرضنا. حاره الدنيا حاره والله. شوف شوف وين راح. طبعا اي شيء ما احتاجه يروح يجيبه والله العظيم، واي شيء احتاجه واريد اقول لي هذا مو مهم هذا ما تريده. بس خلوني يوم كامل بهذا القسم ترجعوا بتلاقوه فاضي بدون مساعده. عافيه بس وزني ما بعرف يوصل 200 كيلو 300 كيلو. حبايبي شوفوا رؤى اللي كانت عم تحكي علي، شوفوا وين هلا راحت. هون ها عيني ها عيني وصلتي على القسم تبعي. هلا ما بدي قسم الوجه، انا بشتري شغله بدولارين ثلاثه خمسه. هلا بلشنا غسول للوجه، كريم للشعر، ترطيب للايد، كلش 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 زين. ها انصحكم فيه كلش زين، تاخذوها مرتين. تعالي يا محلى القسم تبعي. ها عيني هذني كلش كل الزيارات محتاجتها بحباب، خلينا نجيبها. هاي مشان شو حبيبتي؟ نظف فيها الوجه. قطن. طيب ليش كل هالكمية؟ والله كتار. خلاص تبقى يمي. تبقى يمي. طيب استخدمي تبعات آدومي الوايب. استخدمها لجسمه والله جسم البيبي ناعم. بالعكس بتحسي حالك رجعتي بيبي ونعومة. ورح أجيب من هاي الميلة موزاريلا ستيكس مبينة كلش طيبة، رح نجربها الأول مرة ونشوف. مبينة صراحة كلش طيبة. حبايبي واللي عايش بكندا وأمريكا خلي يجرب هذا البرجر على مسؤوليتي، كلش كلش طيب. هذا أطيب نوع برجر أنا ذقته بحياتي، كلش طيب. حبايبي أنا حامل آدم، طبعا خليت رؤى تفوت على البراد. طبعا شوفوا بلال جاب أطفالي الاثنين على مدة يخوفهم هنا. ليش هيك حبيبي؟ ليش يعني تعودوا عليك بالبيت خوفة. شنو انت بتخوفيهم اكثر من الهدوم؟ قصف هذا رباعي الجبهات هذا. والله تخوف. هاي شوفوا هاي. بلال قرر يسوي رجيم، فوين راح؟ شوفوا وين راح. باعوا بس حتى ما تلوموني تقولوا لي ليش ما تساعدين زوجي يسوي رجيم. شوفوا شوفوا شوفوا
لعد دايت ودايت وخبصتني. لا والله انا ما حاكل الك حبيبتي. هاي اد ما اريد اني. شكرا. حلو بده حلو. ما اريد شكرا. الله يخليك خديها. انت بس خديها. والله بوعدك ثاني يوم ثالث يوم ما تلاقيها. خلاص حطها شو اسوي لك بالعافيه. شكرا. لا انا ما حاكل وعدتك. ايه حطها حطها. وهسه كملنا حبايبي رايحين نحاسب. وخلصنا حبايبي هسه بس بلا راح يجيب لنا بيبسي نروح على البيت. ولهون حبايبنا بيكون خلصت الدراما تبع انهارنا لهذا اليوم. اول عفوا بيكون خلص الفيديو تبعنا لهذا اليوم. لا لانه اليوم رؤى عن جد عملت لنا دراما كثير قويه على ميلا وراحت على المدرسه واشتقت لها طيب اوكي الحق معك. هي والله رؤى كثير حنينه بس معلش ممكن تخليها بكره تروح على المدرسه. لا هاي التوبه بعد. خلاص لا خلص خلص. اول ما رجعت على البيت ميلا وجبناها وضمتها شوي. لا تعذبي لا تعيطي ما بعرف شو. لا والله مو هيك يعني اول نص ساعه هيك صح. نشوفكم حبايبي بعد يومين راح نصير ننزل هواي فيديوهات لكم. والله هلا بيملوا منا بكره. لا ما يملون هم يحبونا. ان شاء الله ان شاء الله. باي باي. لحظه جيبه جيبه نسينا فتشي نسينا فتشي. يلا ميلا باي. باي باي من ميلا وباي باي من ادومي. يلا قولهم باي.